هذا الاجتماع كيجي في اطار التحضير اللي كيدار كل عام بالنسبه للتدابير المتخذه من اجل ضمان تموين عادل للسوق المحليه من المنتوجات التي يكثر عليها الاقبال خلال هذا الشهر. والخلاصه اللي خرجنا بها ولا اللي خرج بها في هذا الاجتماع وانه كاين السوق لن يعرف اي خصاص، بل الكميات المتوفره كافيه لتسديد حاجيات المواطنين خلال هذا الشهر الكريم. الملاحظ هو الارتفاع في الاثمان والاسباب كما كيعرفها الجميع، الاغلبيه ديال الفاعلين الاقتصاديين كيرجعوا على ارتفاع ثمن المحروقات، وهذا نتمنوا في خلال هذا الشهر يعرف انخفاض طفيف في الاسعار. وين الاسباب ديال ارتفاع الاسعار؟ كما قلت لك الاغلبيه ديال الفاعلين الاقتصاديين كيرجعوه للارتفاع ديال المواد المحروقات، لانه لو بري ديال الترونسبور كيغلى، دونك سي نورمال غيزيبو غير عادي انه يرتفع لو برودوي فينال اللي كي هذا اللي كيوصل للمستهلك. هذا بالاضافه الى بعض الممارسات الاخلاقيه اللي كيقول لا هذا من مضاربه منها تخزين منها، كاين بزاف ديال العوامل. يعني كاين خروقات لا تخلو الوضع، لا يخلو من ذلك، ولان العامل الاساسي كما قلت لك اللي كيرجحوه الفاعل الاقتصادي هو ارتفاع الاثمان، وايضا الحرب اللي كاينه في هذا، يعني اللي بخيد المواد الاساسيه غلات، دونك عادي غيتاثر على المنتوج النهائي.